السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إعراب جمع المؤنث السالم، الحصة الثانية 144 على بركة الله. من هذه الصفحة: وعين جمع المؤنث السالم في الجمل الآتية وأذكر مفرده وموقعه الإعرابي وعلامة إعرابه. إذا إن العاملات، نذكر بعد نحد وأعين جمع المؤنث السالم بينه، ومن بعد غنكملو نذكرو المفرد ديالو موقعه ونذكرو حتى العلامة ديال الإعراب ديالو. إذا إن العاملات المجدات المبدعات. إذا هذا جمع مؤنث سالم، جمع مؤنث سالم، جمع مؤنث سالم. إذا المفرد العاملة المجدة هنا، لأن إن أداة حرف سميتو قلنا ناسخ حرفي، ناسخ حرفي. إذا العاملة راه منصوبة بالكسرة النائبة عن الفتحة. إذا العاملة ها هي باش نديرو مفرد تا هو منصوب، باش تفهموا أن هذا منصوب. هذا النعت ديال العاملة التابع للعاملة، العاملة المجدة ياك. مبدعات هذا خبر، خبر، خبر إن. هذا العاملة اسم إن، هذا خبر إن مرفوع. مبدعات هاي، إذا التلميذات هاي، التلميذات، المجتهدات، المعدلات المفرد ديالهم، التلميذات مبتدأ، مجتهدات، مجتهدات نعت ديالها، قالت لنا هذا مضاف، مضاف إليه المعدلي. تعيش الحيوانات هاي، لأن الحيوان فاعل مرفوع، هذا اسم مجرور، ها هو بجوج الحيوان. والغابة لأن اسم مجرور، كنشكلوها على حسب في الجملة ديالها. صافي نكملو دابا، قلنا الموقع، موقعه الإعرابي وعلامة إعرابي. حنا دابا نديروهم. إذا العاملات اسم إن، إن، إن ماشي أن، اسم إن منصوب وعلامة نصبه الكسرة النائبة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. المجدات نعت تابع للمنعوت في نصبه وعلامة نصبه الكسرة النائبة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. مبدعات خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة على آخره. التلميذات مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. المجتهدات نعت تابع للمنعوت في الرفع، هو كيتبعو في كل شيء جميع الصفات، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. المعدلات مضاف إليه مجرور ياك، وعلامة جره الكسرة النائبة، الكسرة الظاهرة على آخره. صافي إذا هو كاين باقي ليا نكملو. حيوانات فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره أو الضمة على آخره. الغابة اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. غدنا غير في النصب اللي كنقولو وعلامة نصبه الكسرة، الكسرة النائبة عن الفتحة. صافي نمشيو وقف الفيديو اللي بغيتي تشوفه. المهم راه باين، غتوقف وقف. المهم نمشي هنا، اختار كلمة من المجموعة ألف وأخرى من المجموعة باء لأكون منهما جملة مفيدة. الطبيبات مخلصات، الطبيبات مخلصات. المساعدات خدومات. راه أي وحدة تخدم، ما حيت كلهم بحال بحال، ماشي غير المعنى كنشوفو حنا الأقرب. أنا نقول مساعدة، المساعدات خدومات. المديرات مثابرات. رسا المربيات، الطبيبات تكون مثابرات ماشي مشكل. إذا المربيات حنونات، حنا خلنا الحنان المربية. صافي أما أي وحدة المعنى صحيح، ما كاينش ندير أي وحدة. الطبيبات نقول خدومات، لأن أصل في الطب هو أنك تكون خدوم، تقدم خدمة وتكون حنون ناسي، وتكون مخلص في العمل، كل شيء هذوك كيتطلبوا الاخلاص. فهمنا تفهمنا وبقى تشوف اكتب يا شيو. املأ كل فراغ مما يجي بجمع مؤنث سالم مناسب واربطه باش نقولوا الف منحت المديرة التلميذات المتفوقات الجوائز. اذا منحت المديرة التلميذات مفعول به منصوب بالكسرة النائبة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. هذيك متفوقات نعت هو تابع لمنعوت في نصبه
وعلامة النصب هي الكسرة النائبة عن الفتحة، لأنه جمع نسين الجوائز مفعول به ثان، هذه التلميذات مفعول به أول، جوائز مفعول به ثان. تتطور البلاد بالعاملات المجدات، المجدات هنا التابع لمنعوت في جره، العاملات مجرور بطبيعة الحال بالكسرة. يسعى المغرب إلى تطوير الطاقات المتجددة، تطوير اسم مجرور وهو مضاف، طاقات مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة على آخره. مزيان مزيان. أجمع ما في الجمل الآتية من أسماء مفردات مؤنثة جمع مؤنث سالما، نعم، وأضبطها بالشكل واخا. إذا المتعلمة سلاح الأمة في محاربة الجهل والتخلف، نقول إحنا المتعلمات سلاح الأمة في إذا مهم نبدلو غير المتعلمات، المتعلمات سلاح الأمة في محاربة الجهل والتخلف. إن المدرسة رحيمة بالمتعلمة، إن المدارس أسمع نقول إن المدرسات، مدرسات إن المدارس ما سيد المدرسات احنا جمعنا المهم هادو جمعنا جمع مؤنث سالم هاد جمع تكسير رحيمات، إن نعم رحيمات، لأن هذه رحيمة مرفوعة لأنها اسم إن، عفوا خبر إنها اسم إن المدرسة، هذا خبر إن مرفوع. رحيمات بالمتعلمات ترضع الوالدة البنت، ترضع الوالدات البنات، نعم. أجمع أسم الأسماء الآتية جمع مؤنث سالما، ثم أركب كل واحدة من معها. إذا المتطوعات شاركت المتطوعات، وحنا جمعناها وزنا في جملة، لأن إلى جمع مؤنث سالم، نعم، شاركت المتطوعات في المسيرة الخضراء. المتسابقة يشجع الجمهور المتسابقات، المتسابقات مفعول به منصوب بالكسرة النائبة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم، صحيح، صفق على راسك. المغربية نقولوا الطبيبات المغربيات مجدات، إذا المغربيات هي نعت تابع لمنعوته، شنو منعوت ديالو فينا وهو الطبيبات، فهو مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. ما عرفتش واش قريب نكمل ولا غادي، المهم ما كنشوفش في الكتاب. وركبوا جملتين مفيدتين، الأولى تتضمن جمع مؤنث سالم والثانية تتضمن جمع مؤنث سالم والاسم آل. نبداو بالأولى، الجنة تحت أقدام الأمهات، ها هو جمع مؤنث سالم الأمهات. الثانية تتضمن جمع مؤنث سالما واسم آل، ها هو القرويات، يعني اللواتي يسكن القرية، القرويات يغزلن الصوف بالمغزل. مزيان، نعم، لأن صلوا على رسول الله.